انتقل إلى موضوع آخر. فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي نبه خلال خطبة صلاة الجمعة من مخاطر ما يجري، مستغربا أي جهاد في سبيل الله يقوده سفير أمريكي. ما أكثر الآيات التي تنبهنا إلى أن لا نخطئ وأن لا تزل بنا القدم في هذا المنعطف الخطير. تلوناها وذكرناها وذكرنا بها، ولكننا وجدنا إخوة لنا يعيشون بين ظهراننا مسلمين يعرضون عن هذا الذي يخاطبنا به الله، بل الأمر وصل إلى القمة التي لا يمكن للعقل أن يتصورها. جهاد في سبيل الله يعلن تحت علم أمريكي، جهاد في سبيل الله عز وجل يقوده السفير الأمريكي، جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يخطط له السفير الأمريكي، ثم يصر إلى أن يكون هو المشرف على التنفيذ، ونسميه جهادا. يقول لنا ربنا: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ونقول بلسان الحال: بل سنتولاه، نحن أعلم. يقول لنا الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ويقول قائلهم: لا بل نحن أعلم، سنتخذهم أولياء ولسوف يقودوننا. حسنا، يقودونكم إلى ماذا؟ إلى معركة؟ لا، يقودوننا إلى الجهاد في سبيل الله. فاد في سبيل الله يقوده السفير الأمريكي. هذا هو البلاء وذلك هو الدواء. كلنا أيها الإخوة يتمتع بالكنز الذي أعلنه رسول الله في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فكيف السبيل إلى المحافظة على هذا الكنز الذي كم نحن بحاجة إليه عند رحيلنا إلى الله؟ إذا رحلنا إلى الله وهذا الكنز حي بين جوانحنا، فلسوف يغفر الله لنا زلاتنا ولن يحاسبنا على أخطائنا. نعم، لكن المهم أن نرحل إلى الله وهذا الكنز حي نابض لم يمت. سبيل ذلك أن نتحرر من عصبياتنا، أن نتحرر من عوامل السأل الجاهلي الذي أنقذنا الإسلام منه. سبيل ذلك أن نتحرر من مصالحنا الجزئية الآنية، المصلحة الكلية التي يدعون بيان الله سبحانه وتعالى إليها.